السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض النهاردة درس جديد من دروس الرياضيات. الدرس بتاعنا إن شاء الله النهاردة هيتكلم على ضرب حد جبري في مقدار جبري. الأهداف اللي عندنا هنا إن إحنا عايزين نكون قادرين على إننا نضرب مقدار جبري في مقدار جبري بمهارة، وإن إحنا نضرب بمجرد النظر بمهارة، وهنعرف يعني إيه مع بعض نضرب بمجرد النظر، وعايزين كمان نعرف نختصر المقادير الجبرية بمهارة، وعايزين نقدر نستخدم الضرب بمجرد النظر في تسهيل العمليات الحسابية. طيب لما بنيجي نتكلم على ضرب مقدار جبري في مقدار جبري، بنقول إن إحنا في عندنا طريقتين نقدر نضرب بيهم المقدار في المقدار، واحدة منهم اسمها الطريقة الأفقية والتانية الطريقة الرأسية. احنا كنا اتكلمنا عن الضرب قبل كده في الحصة اللي فاتت، وقلنا ان احنا عشان نقدر نضرب حد جبري في حد جبري بنضرب المعاملات العددية وبنجمع أسس الرموز بالنسبة للمعاملات الرمزية. الحد الجبري كان بيتكون من معامل عددي ومعامل رمزي، كنا بنضرب الأعداد اللي هي المعاملات العددية وبنجمع أسس الرموز. طب يا ترى النهاردة الجديد معانا ايه؟ في الضرب الف زائد ب في س زائد ص. الالف زائد ب موجوده عندي هنا في قوس، والس زائد ص موجوده في قوس. الالف زائد ب طالما موجوده جوه قوس والس زائد ص موجوده جوه قوس، الاقواس دي مفيش بينها لا زائد ولا ناقص ولا على ولا في، يبقى هي بينها عمليه ضرب. طيب احنا ازاي نقدر نضرب المقدار المكون من حدين اللي هم الالف والب في المقدار الثاني المكون من حدين اللي هم س وص؟ احنا هنستخدم الخاصية اللي احنا خدناها اللي هي خاصية توزيع الضرب على الجمع، ان احنا هناخد الالف نضربه في السين زائد صاد، زائد الب هنضربها هي كمان في السين زائد صاد. طب تعالوا نشوف مع بعض كده، ادي خدنا الالف ضربناها في القوس اللي هو فيه سين زائد صاد، زائد الب في القوس اللي فيه سين زائد صاد. يبقى احنا وزعنا هنا الالف على هنضربها في السين زائد ص، والب هنضربها في السين زائد ص. طب هنضربها ازاي؟ ازاي زي ما خدنا الحصه اللي فاتت ان احنا ازاي هنقدر نضرب حد في مقدار. قلنا ان احنا كنا بناخد الالف ده نضربه في السين، وناخد الالف برضو نضربه في الصاد. يبقى الالف بيتضرب مرتين لان الحد المقدار اللي عندي متكون من حدين جبريين اللي هم السين والصاد. يبقى الالف هتتضرب في السين، وفي نفس الوقت الالف هتتضرب في الصاد. طب هنيجي للب، نفس الشيء هنعمل، هناخد الب برضو نضربها في السين، والب نضربها في الصاد زي ما شايفين كده بالاسهم اللي احنا حاطينها. يبقى احنا هنضرب الالف في السين يديني الف سين، والالف في الصاد هيديني الف صاد، والب في السين هتديني ب سين، والب في الصاد هتديني ب صاد زي ما شايفين كده حبايبي. طب هل انا هنا اقدر اضرب مقدار مكون من حدين في مقدار مكون من حدين فقط؟ لا، احنا ممكن نضرب يكون المقدار مكون من ثلاث حدود في مقدار اخر مكون من ثلاث حدود، او حدين في ثلاثه، ايا كان العدد، بس هي نفس الفكره. احنا بناخد القوس الاولاني نوزعه على القوس الثاني، يعني هاخد الالف اضربها في القوس الثاني. طب ممكن يكون في س زائد ص زائد ع، في مشكله؟ لا، ما فيش مشكله. يبقى انا هضرب الالف في السين واضرب الالف في الصاد واضرب الالف في العين. كذلك هاخد الب اضربها في السين واضربها في الصاد واضربها في العين، ايا كان عدد حدود المقدار ده او المقدار ده. طب ولو المقدار الاول فيه الف زائد ب زائد ج، هاخد الالف اضربها في السين زائد صاد، وبعدين الب اضربها في السين زائد صاد، وبعدين الجيم اضربها في السين زائد صاد، وبعد كده بجمعهم مع بعض. لو في حدود جبريه متشابهه بنختصرها، وهنشوف مع بعض الكلام ده واحنا ماشيين. طب بيقول لي اوجد حاصل ضرب ألف زائد ب في س زائد ص، هل يا ترى في طريقة تانية أقدر أحل بيها؟ إحنا لسه قايلين إن في حاجة اسمها الطريقة الأفقية والطريقة الرأسية، اللي فاتت دي كانت الطريقة الأفقية. طيب تعالوا نشوف بقى بالطريقة الرأسية، أنا هاخد الألف زائد ب أضربها في الس زائد ص. طيب الناتج بتاعي هيديني ألف س زائد ب ص زائد ألف ص زائد ب ص. طب يا ترى الناتج ده جه إزاي؟ إحنا خدنا الس ضربناها في الألف وضربناها في الب. س في أ هتديني أ س، وس في ب هتديني الب س اللي احنا كاتبينها تحت. طب أمال الأ ص والب ص دول جم منين؟ جم من ضرب الصاد في الألف والصاد في الب. ص في أ تديني أ ص، وص في ب تديني ب ص. طب هل يا ترى تختلف لو أنا كتبت ص ب من ب ص؟ لا، هي هي أ س هي نفسها س أ، ب س هي نفسها س ب، أ ص هي نفسها ص أ، وب ص هي نفسها ص ب، لأن إحنا سبق قبل كده وقلنا إن الضرب ده عملية إبدالية. العلاقة ما بين الألف والسين هنا علاقة ضرب، فبالتالي أنا أقول أ س صح أو س أ صح، هما نفس الحد الجبري.
تعالوا بقى نشوف يا ترى ايه هو الضرب بمجرد النظر. الضرب بمجرد النظر من معنى اسمه، يعني انا اول ما ابص للمسألة اقدر اجيب ناتج الضرب بتاعها. طب عشان اقدر اعمل الكلام اللي انا بقوله ده لازم نعرف احنا يا ترى بنقدر نضرب الضرب ده ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. انا عندي القوس الاولاني 2 س زائد 3 مضروب القوس الثاني 4 س زائد 5، وعايز اضربه بمجرد النظر. علشان اقدر اضرب بمجرد النظر في عندي قانون. القانون بيقول لي ان انا هاخد الاولاني الحد الاول اضربه في الحد الاول، الحد الاول في القوس الاول اللي هو عندي هنا 2 س اضربه في الحد الاول هناك اللي هو 4 س. 2 في 4 ب 8 وس في س تديني س اس 2. جميل جدا. طب بس كده يا ميس؟ لا، ده احنا عندنا كام حد في الاولاني؟ 2، وعندنا في الحد الثاني كام؟ 2. يعني انا المفروض ان انا هضرب 4 مرات، لان 2 في 2 بايه؟ ب 4. يبقى انا هضرب كام مره هنا؟ 4 مرات. اول حاجه بضربها الاول في الاول زي ما انتم شايفين، وبعدين بضرب حاصل ضرب الثلاثة في الأربعة سين ده اللي هو الثاني في الأول، دول اسمهم الوسطين. اسمهم إيه يا أولاد؟ الوسطين. وبضرب الأولاني في الأخير اللي هو 2 سين هضربه في الخمسة، دول اسمهم الطرفين. يبقى أنا في عندي بضرب وسطين اللي هم الثاني في الأول، وعندي طرفين اللي هم الأول في الأخير. طب بس كده؟ لا، لسه في كمان، هضرب الثاني في الثاني. هي أول مرة إحنا بنبتدي، اول ما بنعرف احنا بنضرب مين في مين، بتلاقي الموضوع ما بياخدش مننا في الضرب اكتر من نص دقيقه، وبتلاقي المساله الناتج بتاعها طلع على طول. بس احنا لازم نبقى فاهمين احنا بنضرب مين في مين. هنقول تاني مع بعض كده، احنا هنضرب الاول في الاول اللي احنا عاملين عليهم العلامه باللون الاحمر اللي هم 2 س في 4 س، وهنضرب الطرفين اللي هم الوسطين اللي هم 3 في 4 س، وهنضرب الطرفين اللي هم 2 س في 5 اللي احنا عاملين عليهم علامه باللون الاخضر، السهم اللي باللون الاخضر، وهنضرب التاني في التاني اللي هم الثلاثة في الخمسة. طيب بعد ما بنضرب، هل يا ترى الموضوع بيخلص لحد الضرب؟ لا، بيكون في عندي اختصار. لو في اختصار انا لازم اختصر. طب تعالوا نضرب مع بعض كده. 2 س لما اضرب الاول في الاول، 2 س في 4 س، 2 في 4 ب 8، وس في س تديني ايه يا اولاد؟ برافو عليك، وس في س تديني س اس 2. ممتازين جدا. ليه س اس 2؟ لان احنا قلنا في الضرب يظل الاساس كما هو اللي هو السين، وهنجمع اسس الرموز. السين هنا ما عندهاش رقم يبقى هي اس 1، والسين الثانيه ما عندهاش رقم تبقى اس 1. لما نجمع 1 زائد 1 يديني 8 س اس 2. طب بعد كده هضرب مين في مين؟ هضرب ال 3 في 4 س، 3 في 4 س تديني 12 س. تعالوا نشوف مع بعض اهو. 2 س في 4 س، وبعدين هضرب 2 س في 5 اللي هم الطرفين، وهضرب 3 في 4 س اللي هم الوسطين، وهضرب الثاني في الثاني اللي هو 3 في 5 مع. طب نشوف مع بعض كده احنا كتبنا ايه. يبقى هنا دوت 2 س في 4 س ده الاول في الاول، والشريحه دي مهمه جدا عشان نبقى احنا عارفين احنا بنضرب مين في مين. وبعدين ال 2 س في 5 وال 3 في ال 4 س ده اسمها حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين. وعاده الطرفين والوسطين دول بيبقى فيه بينهم اختصار، يعني في العام الاغلب بنسبه 90% بيكون في عندي الحدين دول حدود متشابهه، يعني اقدر اجمعهم مع بعض او اطرحهم. 3 في 5 ده عباره عن الثاني في الثاني. يبقى احنا في عندنا هنا قانون لازم نكون عارفينه، بنضرب الاول في الاول، وبعدين مجموع حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين، وبنضرب الثاني في الثاني. هيدينا ايه؟ هيدينا 8 س اس 2 زائد 10 س زائد 12 س زائد 15. نلاحظ هنا ان ال 10 س وال 12 س دي حدود جبريه متشابهه. ليه؟ ليه متشابهه؟ برافو برافو، لان هي ليها نفس الرمز بنفس الاس. ليه حدود جبريه متشابهه يا اولاد؟ لان لها نفس الرمز بنفس الاس. برافو عليكم. طب نكمل مع بعض. في نفس الضرب بمجرد النظر، أوجد بمجرد النظر حاصل ضرب رقم 1 3 س زائد 2 في 2 س ناقص 4. طيب الكلام ده هيدينا إيه؟ تعالوا نضرب بقى. هنضرب الأول في الأول اللي هو 3 س في 2 س هيديني 6 س أس 2، وهضرب الثاني في الثاني اللي هو موجب 2 في سالب 4 هيديني سالب 8. سالب 8 ده الحد الأخير في الناتج. هاخد حاصل ضرب الطرفين اللي هم 3 س هضربها في سالب 4 يديني سالب 12 س، وهضرب 2 في 2 س اللي هم الوسطين هيديني 4 س. يبقى هنقول تاني مع بعض، نبص على الناتج اللي احنا كاتبينه. 3 س في 2 س دي اللي هي الاول في الاول،
وبعدين 3 س في سالب 4 اللي هم حاصل ضرب الطرفين، زائد 2 في 2 س اللي هم حاصل ضرب الوسطين، زائد 2 في سالب 4 اللي هم حاصل ضرب الثاني في الثاني. الناتج بتاعها هيكون 6 س أس 2 ناقص 12 س زائد 4 س ناقص 8. 6 س أس 2 هتنزل، وسالب 12 س وموجب 4 س هتديني سالب 8 س، لأن إحنا بناخد إشارة الكبير وبنطرح، طالما الإشارات مختلفة يبقى إحنا هنعمل عملية طرح، والناتج بياخد إشارة العدد الأكبر. السالب 8 هتنزل. طب هل كل مرة إحنا هنفضل نكتب الخطوات دي؟ أمال إحنا بنقول الضرب بمجرد النظر ليه؟ لا، إحنا مش كل مرة هنكتب الخطوات، إحنا بنكتب الخطوات بالتفصيل معاكم علشان تبقوا أنتوا عارفين إحنا بس بنجيب ناتج الضرب منين. بعد كده أنا أول ما عيني هتقع على المسألة أقوم واخدة، أنا خلاص عرفت إن أنا بضرب الأول في الأول، 3 س في 2 س في 6 س أس 2، أقوم كاتبة الناتج على طول. هضرب الثاني في الثاني، موجب 2 في سالب 4 يديني سالب 8، اكتب الناتج على طول سالب 8، ده لحد الاخير. طب اللي في النص هجيبه ازاي؟ باخد الطرفين 3 س في سالب 4 س يدوني سالب 12 س، هكتبها على جنب كده سالب 12 س، هحط موجب 2 في 2 س يديني موجب 4 س، سالب 12 س وموجب 4 س يديني على طول سالب 8 س. نشوف المساله اللي بعد كده. أوجد بمجرد النظر حاصل ضرب 3 أ ناقص 5 ب في 2 أ زائد 6 ب. هناخد أهو، إحنا مع بعض اتفقنا إن إحنا هنضرب الأول في الأول، وهنضرب التاني في التاني، وهناخد حاصل ضرب الطرفين، وهناخد حاصل ضرب الوسطين. طيب الأول في الأول، ركز مع بعض بقى كده، الأول في الأول اللي هو 3 أ في 2 أ هيديني كام؟ نكتب مع بعض بقى، هيدينا برافو 6 أ أس 2. طيب والتاني في التاني هيدينا إيه؟ سالب 5 ب في 6 ب هيدينا سالب 30 ب أس، برافو أس 2، لأن ال ب ملهاش أس يبقى 1، وكذلك ال ب التانية من غير أس تبقى 1، و1 زائد 1 تدينا سالب 30 ب أس 2. يتبقى إيه؟ يتبقى معانا حاصل ضرب الطرفين، حاصل ضرب الوسطين، هكتبه على معايا كده اهو، هيديني موجب 18 أ ب. طب ولما ناخد الوسطين اللي هم سالب 5 ب نضربها في 2 أ هتدينا كام؟ ده هيدينا سالب 10 أ ب. يبقى أنا بكتب كده حاصل ضرب الطرفين في على جنب، وبكتب حاصل ضرب الوسطين على جنب، وأنا بشتغل حط السهم بتاعي واكتب ناتج الضرب بتاعي، 18 أ ب حاصل ضرب الطرفين، حاصل ضرب الوسطين بيديني سالب 10 أ ب. طب ليه كتبتهم مع بعض؟ لأن دي حدود جبرية متشابهة هقدر أجمعها مع بعض أو أطرحها، بنسميه جمع جبري. أدي الناتج بتاعه، الأول في الأول 3 أ في 2 أ إداني 6 أ أس 2، سالب 5 ب في موجب 6 ب ده التاني في التاني إداني سالب 30 ب أس 2 اللي هو الحد الأخير، السالب 10 أ ب والموجب 18 أ ب هختصرهم مع بعض، هعمل هنا عملية طرح لأن هنا الإشارات مختلفة، هطرح والناتج هياخد إشارة العدد الأكبر اللي هو 18 أ ب اللي هي الإشارة الموجبة، هيديني موجب 8 أ ب. لاحظ هنا إن هي دي الطريقة بقى اللي إحنا بنضرب بيها، أنا باخد المسألة أضرب الأول في الأول أحط الناتج بتاعه على طول، بضرب التاني في التاني أحط الناتج بتاعه على طول، باخد الطرفين أضربهم وأحط الناتج في دايرة زي ما أنتم شايفيني حطاها كده، والوسطين احط الناتج بتاعهم في دايره، بس اهم حاجه ان انا بحط الناتج باشارته. ال 18 ا ب دي انا مش حاطه لها اشاره، معناها ان هي قيمه موجبه. طب السالب 5 ب لما ضربتها في الاثنين ا ادتني سالب 10 ا ب، يبقى لازم احط الاشاره السالبه هنا عشان ما اتلخبطش. اشارات مختلفه يبقى احنا بنعمل عمليه طرح، والناتج بياخد اشاره العدد الاكبر. ناخد كمان مساله برضو، اوجد بمجرد النظر حاصل ضرب 5 م ناقص 2 في 6 م زائد 1. هناخد ال 5 م نضربها في 6 م، برافو. اسمع بقى انتوا هتقولوا لي بعد كده هنضرب مين في مين؟ برافو، هنضرب التاني في التاني، وهنضرب ايه كمان؟ حاصل ضرب الطرفين ممتازين اللي هما هيدوني كام بقى؟ 5 م في 1 يديني 5 م. طب ولما اضرب الوسطين سالب 2 في 6 م هيدينا كام؟ برافو، سالب 12 م، ممتاز جدا، ولازم نحط الإشارة، برافو عليكم. 5 في 6 هيديني 30 م أس 2، 5 م في 6 م يديني 30 م أس 2. أما أضرب التاني في التاني اللي هو سالب 2 في موجب 1 يدينا سالب 2.
حصل ضرب الطرفين اللي هما 5 م في 1 اداني 5 م، حصل ضرب الوسطين سالب 2 في 6 م اداني سالب 12 م. لما اعمل لهم عملية جمع جبري هيديني سالب 7 م، وهنا طرحنا لان الناتج، لان الاشارات هنا اشارات مختلفة. يبقى اذا اصبح الضرب مجرد النظر سهل جدا اهو، بضرب الاول في الاول 5 م في 6 م 30 م أس 2، بضرب الثاني في الثاني سالب 2 في موجب 1 بسالب 2، هحصل ضرب الطرفين م في 1 يديني 5 م، سالب 2 الوسطين سالب 2 في 6 م يديني سالب 12 م، لما اختصرهم مع بعض يديني سالب 7 م. ممتازين جدا يا سنة أولى. طيب نشوف كمان، أوجد بمجرد النظر حاصل ضرب 2 س ناقص ص في 3 س زائد 4 ص. الـ2 س لما أضربها في الـ4 ص اللي هما الطرفين هيديني هيديني 8 س ص، والوسطين سالب ص في 3 س هيديني سالب 3 س ص. طب أمال أنا ما ضربتش الأول في الأول؟ الأول في الأول هنضربهم مع بعض بسرعة، 2 في 3 ب6 وس في س 6 س أس 2، والتاني في التاني سالب في موجب بسالب 4 ص أس 2. الأعداد اللي أنا كتبتها اللي هم حصل ضرب الطرفين وحصل ضرب الوسطين كتبتهم جوه دايرة، لأن هم دول اللي أنا هعمل لهم اختصار. يبقى احنا عندنا اهو 2 س في 3 س، الاول في الاول 6 س اس 2، الثاني في الثاني سالب ص في موجب 4 ص هيديني سالب 4 ص اس 2. اللي انا حطاهم جوه دايره اللي هو الاول في الاخير اللي هم حاصل ضرب الطرفين 2 س في 4 ص اداني 8 س ص، حطها جوه دايره قدامنا اهي، وسالب ص لما ضربتها في ال 3 س اداني سالب 3 س ص. الـ8 س ص والسالب 3 س ص دي حدود جبريه متشابهه لها نفس الرمز بنفس الاس، يبقى انا اقدر اعمل لها عمليه جمع جبري. 8 س ص ناقص 3 س ص يديني موجب 5 س ص. انا طرحت وخدت اشاره العدد الاكبر. برافو عليكم. عندي بقى في الضرب بمجرد النظر حالات خاصه. يعني ايه حالات خاصه؟ يعني بعض الحالات اللي بينطبق عليها قوانين معينه في ضرب مقدار مكون من حدين في مقدار مكون من حدين. أول حاجة، حاجة اسمها مربع مقدار ذي حدين. يعني إيه كلمة مقدار مربع؟ المقدار المربع هو المقدار اللي بيبقى عليه أس 2. يعني إيه أس 2؟ أس 2 يعني المقدار متكرر حاصل ضربه في نفسه كم مرة يا سنة أولى؟ متكرر حاصل ضربه في نفسه مرتين. برافو عليكم. طيب نشوف هنا كده، أدي حد مقدار جبري في س زائد ص، وبره القوس في عندي أس 2. يعني إيه أس 2؟ قلنا يعني س زائد ص دي مضروبة في نفسها كم مرة يا سنة أولى؟ برافو عليكم يا حبايبي، مضروبة في نفسها مرتين. ولاد ممتازين ما شاء الله عليكم. يعني أنا أقدر أكتبها إنها تساوي س زائد ص في إيه؟ برافو، في س زائد ص أهي، أقدر أكتبها كده س زائد ص في س زائد ص. الكلام ده هيكون الناتج بتاعه إيه؟ الناتج بتاع ضرب مقدار مكون من حدين أس 2، يعني مربع مقدار ذي حدين، بتساوي مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني. القوانين دي مهمة جدا، لازم أفهمها كويس عشان أقدر أطبق عليها، لأن أنا بدون ما أكون عارف القانون مش هقدر أحل المسألة. فالقوانين مهمة جدا جدا إن إحنا نكون عارفينها وعارفين هي جت إزاي. إحنا اتفقنا مع بعض إن هنا المقدار ده مكون من حدين، يعني أنا أقدر أضرب الأول في الأول س في س س أس 2. طب ما هو الأول في الأول هو نفسه مربع الأول، لأن السين هي نفسها السين، يبقى أنا يا إما أقول الأول في الأول يا إما أقول مربع الأول. وهضرب التاني في التاني اللي هو ص في ص، اللي هو هيديني ص أس 2 اللي هو برضه مربع التاني. طب 2 في الأول في التاني ليه؟ لأن أنا لما أضرب الأولاني س في ص هيديني، لو حصل ضرب الطرفين س في ص يديني س ص، حصل ضرب الوسطين برضه هيديني س ص، لأن دي حدود هنا المقدارين زي بعض بالظبط، دي مقادير جبرية، المقدار هو نفس المقدار، مقادير متطابقة. طيب يبقى انا هنا مش محتاجه ان انا افك القوس س زائد ص في س زائد ص، انا بس فكته لكم عشان تبقوا فاهمين احنا القانون جه منين. فهمنا القانون جه منين، خلاص بعد كده احنا بنطبق فيه تطبيق مباشر. يبقى انا هكتب اهو عندي س زائد ص الكل اس 2، ده هيساوي مربع الاول يعني س اس 2 زائد 2 في الاول في الثاني 2 في س في ص اللي هي هتديني 2 س ص، زائد مربع الثاني اللي هو ص اس 2 هيديني ص أس 2. هنكتب الناتج عندنا زي ما انتم شايفين كده، السين هنضربها في نفسها اللي هي تديني سين أس 2، والصاد
هنضربها في السين في 2 تديني 2 سين صاد، والصاد هضربها في نفسها تديني صاد أس 2. أنا حاطه لكم الأسهم عشان تبقوا عارفين. يبقى أنا خدت الأولاني مربع الأول سين أس 2 زائد 2 في الأول في التاني اللي هو 2 في سين في صاد هيديني 2 سين صاد، زائد مربع التاني اللي هو صاد أس 2. معنى كلمة مربع يعني الحد في نفسه، يعني لما أقول مربع السين يعني سين في سين اللي هي سين أس 2، مربع الصاد يعني صاد في صاد اللي هي هتديني صاد أس 2. نشوف اللي بعد كده، بيقولي أوجد مفكوك كل مما يأتي. يعني إيه كلمة مفكوك؟ مفكوك يعني عايزة أفك المقدار المربع اللي إحنا عايزين لسه كنا حالين. بدل ما أقول لك أوجد حاصل ضرب نقول أوجد مفكوك كل مما يأتي. يعني أنا لما ألاقي أوجد مفكوك مقدار أس 2 يعني معناها إن أنا عايزاك تجيب لي حاصل ضرب 3 س زائد 4 ص الكل أس 2. طب ده نحله إزاي؟ طيب هنحله زي ما إحنا لسه حالين. مش إحنا قلنا بناخد مربع الأول يبقى 3 س أس 2 يعني 3 في 3 ب 9 وسين في سين بسين أس 2 يبقى هيديني 9 س أس 2. مربع الأول يعني الأول في نفسه، 3 س في 3 س هتديني 9 س أس 2. أي حاجة أس 2 مكرر ضربها في نفسها مرتين. وهضرب 2 في الأول في الثاني، 2 في 3 س ب 6 س، 6 س في 4 ص هتديني 24 س ص، وبعدين اضرب 4 ص اس 2 اللي هي هتديني 4 في 4 ب 16 وص في ص بص اس 2. نلاحظ مهم جدا، انا بربع الاول كله، يعني مش انا بربع السين واسيب الثلاثه، لا انا بربع الثلاثه وبربع السين، لان الحد الجبري على بعضه عباره عن 3 س. يبقى الثلاثه س كلها اس 2، يعني هفتح قوس كده واحط 3 س اس 2، يعني 3 في 3 وس في س. ادي مربع الاول اللي هو 9 س اس 2 في 2 في الاول في الثاني اللي هو 24 س ص زائد الثاني في نفسه اللي هو ص اس 2. يبقى احنا لازم نكون حافظين القانون دوت عشان نقدر نعوض فيه بسهوله. طب اوجد برضو مفكوك كل مما ياتي. المساله رقم 2، 4 م ناقص 5 الكل اس 2. انا هسيبكم بقى انتوا دقيقه تكتبوا لي المفكوك بتاع المقدار دوت. ما ننساش ان احنا حافظين القانون، بنضرب الاول في نفسه واتنين في الاول في التاني والتاني في نفسه اللي هو مربع التاني. برافو عليكم، فعلا 4 م اس 2 اللي هي الاول مربع الاول هيديني 4 م في 4 م 16 م اس 2، 2 في الاول في التاني موجب 4 م في 2 في 4 م ب 8 م، 8 م في سالب 5 يديني سالب 40 م، وسالب 5 في سالب 5 يديني موجب 25. طبعا الاول اي عدد مربع هو عدد موجب دائما، يعني الاول دوت لازم هيكون دايما موجب والاخير دايما موجب. مين اللي بتختلف اشارته؟ الحد الاوسط، هو اللي ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب على حسب اشاره الحد الاوسط. هنا 16 ميم أس 2 ناقص 40 ميم زائد 25. أنا ممكن أجي في سؤال فأكمل أقولك أوجد الحد الأوسط في مفكوك المقدار، فأكمل واختر. يعني أنا مش عايزاك تفك لي المقدار كله ده، أنا عايزاك بس تقول لي الحد الأوسط اللي هو سالب 40 ميم عندنا. طب ده إحنا بنجيبه إزاي؟ اللي هو عبارة عن 2 في الأول في التاني. وليه سميته الحد الأوسط؟ لأن هو موجود في النص عندي في المقدار. أنا دايما لما باجي أكتب أنا ربعت الأول، المفروض إن إحنا بنكتب المقدار يبقى مترتب ترتيب تنازلي أو ترتيب تصاعدي على حسب أس الرمز الموجودة عندي في المسألة. أنا هنا كاتبة 16 م أس 2 ناقص 40 م زائد 25. المقدار هنا مترتب ترتيب تنازلي حسب أس الرمز م. ليه؟ لأن الميم الأولانية أس 2 يجي بعدها ميم اللي هي أس 1 يجي بعدها الحد اللي ما فيهوش رمز الميم اللي هو بنسميها ميم أس 0، يبقى هنا هو مترتب ترتيب تنازلي. الحالة الخاصة الثانية اللي هي بتتكلم على حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهما. يعني ايه كلمة مجموع حدين في الفرق بينهم؟ مجموع يعني هنجمعهم. طب والفرق بينهم يعني هنطرحهم. يعني انا ممكن اكتب كده س زائد ص في س ناقص ص، او ممكن يبقى هنا س زائد ص ده مجموع حدين وس ناقص ص ده الفرق بينهما. يعني الحدين زي بعض بالظبط، هنا في س هنا في س، هنا صاد هنا صاد. الفرق ما بينهم ان القوس الاولاني مجموع والقوس الثاني مطروح. طيب دوت يا ترى نفكه ازاي؟ ده سهل جدا جدا. كل اللي بنعمله ان احنا بناخد مربع الاول ناقص مربع الثاني،
طب والحد الاوسط اللي هم الطرفين والوسطين يميز دول راحوا فين؟ هيبقوا بصفر، لان انا لما اخد حاصل ضرب الطرفين هيديني سالب س ص، لما اخد حاصل ضرب الوسطين هيديني موجب س ص، موجب س ص ناقص سالب زائد سالب س ص هيدينا صفر. يبقى الحد الاوسط هنا بصفر، لان الحدود هنا حدود متشابهه ليها نفس الرمز ونفس الاس وكمان ليها نفس الاشاره. يبقى القانون عندي هنا بيقول ايه؟ بيقول ان احنا بنضرب الاول مربع الاول ناقص مربع التاني. طيب نشوف كده، مربع الاول اللي هو هيبقى س اس 2 ناقص مربع التاني اللي هو هيبقى ص اس 2. السين هنضربها في نفسها تبقى س في س س اس 2، والتاني في التاني ص في ص بص اس 2، وهنا الاشاره سالب. ليه؟ لان موجب في سالب بسالب، يبقى هنا الإشارة دايما سالب، اللي في النص هنا دايما سالبة. مربع الأول ناقص مربع التاني، أوجد حاصل ضرب 6 س ناقص 2 ص في 6 س زائد 2 ص. هنا الحدود الجبرية دي لما أجي أضرب المقادير الجبرية دي ألاحظ إيه؟ ألاحظ إن المقدار الأول 6 س ناقص 2 ص، والمقدار التاني 6 س زائد 2 ص، دول زي بعض بالظبط، بس واحد فيهم موجب والتاني سالب. يبقى احنا بنضربهم ازاي؟ بنضرب مربع الاول ناقص مربع التاني. طب حد هيجي يقول لي ميس، طب نفترض ان انا ما خدتش بالي ان هم حدود، ان المقدارين دول زي بعض بالظبط، هعمل فيهم ايه؟ هنضربهم عادي زي ما انت كنت بتضرب، بمجرد النظر هتضرب الاول في الاول والتاني في التاني، ونضرب حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين، هنلاقي ان الحد الاوسط عندنا هنا بايه؟ بصفر. يبقى احنا هو نفس القانون اللي احنا بنطبقه في الضرب بمجرد النظر، اللي هو مقدار مكون حدين في مقدار مكون حدين. الفرق ما بينهم هنا ان الحد الاوسط عندي هنا بيديني صفر. يبقى احنا مش مرتبطين ان احنا لازم تكون حافظ القانون ده، انت بتطبق القانون العادي، بس طبعا هنا بنبقى محتاجين قوه ملاحظه. اول ما بتلاحظ ان الاشارات هنا واحده موجب وواحده سالب، يبقى احنا والقوسين زي بعض تماما، يعني 6 س 6 س 2 ص 2 ص، الفرق بينهم الاشاره. يبقى احنا هنا بنكتفي الضرب مربع الأول ناقص مربع التاني. مربع الأول هو 6 س في 6 س 36 س أس 2 ناقص 2 ص في 2 ص هيديني 4 ص أس 2. طب ناخد واحدة كمان، 4 م زائد 7، ف 4 م ناقص 7، ها مين هيقول لي بقى يا ولاد إيه الحل بتاعها؟ برافو عليكم ما شاء الله، برافو برافو، انتوا النهارده ممتازين. هيدينا 16 ميم اس 2 ناقص 49. جت منين ال 16 ميم؟ ضربنا 4 ميم في 4 ميم تديني 16 ميم اس 2 ناقص 7 في 7 هتديني 49. برافو عليكم. طب عايزين نشوف سؤال اختصر لابسط صوره. احنا متعودين دايما ان مع الضرب او في الحدود والمقادير الجبريه دايما بيبقى في عندي سؤال اختصار. طب احنا بنستفيد ايه من الاختصار؟ احنا بنستفيد من الاختصار ده ان احنا بيبقى في عندنا المهاره بتاعت ان احنا نفك الاقواس، وان احنا نجمع الحدود المتشابهه، وان احنا كمان لو طالب مني ايجاد قيمه عدديه اقدر اجيب قيمه عدديه. بس السؤال ده سؤال بيقيس مهاره الفك والتركيب، ازاي اقدر افك الاقواس، ازاي اركب يعني اختصر الحدود المتشابهه مع بعضها علشان اقدر اجيب ناتج الحاجه اللي انا عايزاها. خلينا مع بعض نكمل. س ناقص 2 لكل أس 2 زائد س زائد 2 في س ناقص 2، ثم أوجد قيمة الناتج عندما س تساوي سالب 1. هسيبكم دقيقة كده يا ترى تفكروا إحنا هنعمل إيه هنا؟ أنا في عندي هنا مقدار أس 2 يعني مقدار مربع، وفي عندي حاصل ضرب س زائد 2 في س ناقص 2، ده حاصل ضرب مجموع كميتين في الفرق بينهما. طب يا ترى ده نفكه ازاي؟ مين هيقول لي بقى؟ شوف كده نكتب مع بعض في الشات علشان نشوف انتوا هتقدروا تحلوها ولا لا. برافو عليكم، انا شايفكوا حد. ايوه كده حد، احنا فكينا القوس الاولاني الاس 2 صح، برافو ممتازين جدا جدا ما شاء الله عليكم. فعلا هنفك الاول مع بعض بقى. طب نشوف احنا جبنا الكلام ده ازاي. هناخد الاول 2 س ناقص 2 لكل أس 2، نضرب الأول في نفسه اللي هو مربع الأول، 2 س في 2 س هيديني 4 س أس 2، وهنضرب التاني في التاني سالب 2 في سالب 2 هيديني موجب 4، وهناخد حاصل ضرب 2 في الأول في التاني، 2 في 2 ب 4 س، 4 س في سالب 2 هتديني سالب 8 س.
كاتبين الناتج بتاع مفكوك المقدار الأول باللون الأزرق. طب تعالوا نضرب مع بعض س زائد 2 في س ناقص 2. طب نحط ما بين القوسين علامة إيه؟ زائد، علشان إشارة السالب بتغير كل الإشارات اللي ورا. يبقى أنا دايماً بحط ما بين الأقواس إشارة محايدة، إلا إذا كان هو حاطط لي إشارة سالبة يبقى لازم أخلي بالي منها. هنضرب س في س مربع الأول، س في س بس قص 2 ناقص مربع الثاني 2 في 2 ب 4. طب أنا ليه هنا قلت مربع الأول ناقص مربع الثاني وما جبتش الحد الأوسط؟ ايوه برافو عليك، ممتازين. ايوه انا عايزاكم تبقوا مصحصحين كده، ما جبناش هنا الحد الاوسط يميس الطرفين والوسطين، لان انا عندي هنا ده مجموع كميتين في الفرق بينهما س زائد 2 والثانيه س ناقص 2، دي نفس المقدارين بالظبط، بس الفرق ما بينهم ان واحد فيهم مجموع والثاني مطروح. برافو عليكم. طب هل يا ترى السؤال خلص لحد كده؟ لا طبعا، ده احنا يا دوبك كده عملنا اول خطوه ان احنا فكينا الاقواس، لسه عايزين نعمل ايه؟ ها مين هيقول لي هنعمل ايه؟ برافو، هنبتدي نختصر الحدود الجبريه المتشابهه. ممتازين يا سنه اولى. طب نختصر الحدود الجبريه المتشابهه ازاي؟ برافو عليكم، هناخد الحدود اللي شكل بعض. مين شكل بعضه قدامنا هنا؟ ها مين هيقول لي؟ يعني مثلا ال 4 س اس 2 في حد شبهها تاني؟ مش شرط يكون باللون الازرق، يكون باللون الازرق او اللون التاني الموف اللي احنا حاطينه دوت. برافو، فعلا ال 4 س اس 2 اهي اللي شبهها س أس 2. 4 س أس 2 مع س أس 2 يدوني كام س هي؟ برافو، 5 س أس 2. الأربعة هنا موجودة جنب س أس 2، طب س أس 2 التانية مفيش جنبها معامل عدد، يعني جنبها كام؟ جنبها واحد. برافو عليكم. طب نروح نشوف السالب 8 س، هل يا ترى السالب 8 س في ليها أخت شبهها س تاني؟ دي ملهاش أخت. طب الموجب 4، ده عدد، في عدد تاني زيه؟ السالب 4 هناك أهو. لما اخد موجب 4 ناقص 4 يديني كام؟ برافو عليكم، يديني صفر. طب اكتب الناتج ازاي؟ هقول يساوي اهو 4 س اس 2 اللي احنا حاطين عليها دايره باللون الاخضر، لما خدتها مع س اس 2 اللي عليها نفس الدايره باللون الاخضر هيدوني 5 س اس 2. السالب 8 س دي ما عندهاش دايره لان ما فيش حد شبهها، هتنزل زي ما هي. طب الموجب 4 العدد ده مع السالب 4 اللي هم ادوني صفر. طب يبقى ده هيساوي ايه؟ هيساوي 5 س اس 2 ناقص 8 س. هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هو السؤال خلص؟ لا ده لسه كمان، عايزني اجيب قيمه الناتج عندما س تساوي سالب واحد. يا ترى الناتج هيكون بكام لما س تكون بسالب واحد؟ طب انا هعمل ايه هنا؟ انا هبتدي اعمل عمليه تعويض عن كل رمز اسمه س، احط مكانه ايه؟ برافو، احط مكانه سالب واحد. واشمعنى سالب واحد؟ ان هو قال لي في راس السؤال اهو، ثم اوجد قيمه الناتج عندما س تساوي سالب واحد. برافو عليكم. طيب نشوف مع بعض، يبقى احنا س أس 2 دي هنشيلها ونحط مكانها ايه؟ برافو، سالب 1 أس 2. طب والس التانية دي هنشيلها ونحط مكانها ايه؟ سالب 1. طب اشمعنى س الأولانية حطينا أس 2؟ لأن هي أصلاً عليها أس 2، فأنا لازم أحط الحاجة زي ما هو كاتبها. يبقى يساوي الخمسة هيجرى لها ايه؟ هتنزل 5 في س أس 2 اللي هي 5 في سالب 1 أس 2 ناقص 8 في سالب 1، زي ما احنا شايفين كده. طب بعد كده هنفك سالب 1 أس 2، ده يعني سالب 1 مضروب في نفسه كم مرة؟ مرتين، يعني سالب 1 في سالب 1. أي قيمة مربعة، أي حاجة هنحطها أس 2، يبقى إشارة السالب دي إيه؟ بتروح. ليه؟ لأن هنا الأس عدد زوجي والأساس سالب، يبقى الناتج دايماً يكون عدد موجب. هيطلع الناتج عندي هنا 5 ناقص 5 زائد 8 اللي هو هيساوي 13. ممكن نتأكد من صحة الإجابة بتاعتنا عن طريق الآلة الحاسبة. أهم حاجة لما أجي أكتب الحاجة على الآلة الحاسبة لازم أكتب الإشارات صحيحة، ولازم أحط الأقواس صح وأحط الأس صح. الأس دوت بنعمله على الآلة، بيبقى في عندنا هنا على الآلة بتاعتنا بنكتب العدد جوه القوس، وبعدين بيبقى في عندي علامة إكس عليها أس 2 كده، إكس أس 2، بندوس على الزرار اللي عليه إكس أس 2 بيديني علامة الترميم. طب نفترض إن أنا عايزة أحط مثلا أس 5 أو أس 4 أو أس أيا كان العدد اللي عندي، في إكس عليها مربع فاضي كده بنكتبها، بقى اطلع لكم الآلة الحاسبة المرة الجاية إن شاء الله معانا، نعمل لها شير كده على الصفحة بتاعتنا، وأعرفكم كل زرار من الزراير دي إحنا بنستخدمه إزاي إن شاء الله بإذن الله. استخدم الضرب بمجرد النظر في تسهيل إيجاد قيمة 101 أس 2. إحنا ابتدينا نخش بقى في إيه؟ إزاي نقدر نستخدم الضرب بمجرد النظر ده عشان أجيب قيمة عملية حسابية؟ 101 أس 2 دي
علشان اضرب 101 في 101 هتاخد مني وقت. طب يا ترى انا ممكن اضربها ازاي بمجرد النظر؟ نفكر كده. اهو السؤال ده هنا محتاج تفكير ابداعي شوية. برافو، المية وواحد هي 100 زائد 1 أس 2. وبعدين نبتدي نطبق قانون الضرب اللي هو مفكوك المقدار المربع. هنضرب الأول في نفسه، ونضرب 2 في الأول في التاني، ونضرب إيه كمان؟ التاني في نفسه. 100 في 100 اللي هو الأول في نفسه أو مربع الأول هيديني 10,000، واتنين في الأول في التاني، 2 في 100 ب200، 200 في 1 هتفضل 200 زي ما هي، والتاني في نفسه 1 في 1 ب1. يبقى بعد كده هقوم عامله ايه؟ هعمل عمليه جمع مباشر. يبقى هنا 10,000 زائد 200 زائد 1 اللي هتديني 10,201. السؤال اللي بعد كده، استخدم الضرب بمجرد النظر برضو في تسهيل ايجاد قيمه 201 في 199. طب المره دي، ده المره اللي فاتت كان مقدار كان عدد اس 2، طب المره دي انا عندي ايه؟ 201 في 199. يبقى هل هقدر اطبق عليه نفس اللي احنا كنا عاملينه في المسألة اللي فاتت؟ لا طبعا. طب امال هنعمل ايه؟ ها مين هيقول لي هنعمل ايه يا ولاد؟ نفكر بقى. برافو، ال 201 دي اللي هي 200 زائد 1، وال 199 اللي هي نفس ال 200 بس ايه ناقص 1. طب ده احنا عملنا هنا ايه؟ عملنا مجموع كميتين في الفرق بينهم، او مجموع حدين في الفرق بينهم. يبقى هنا 200 زائد 1 في 200 ناقص 1. طب ولما بنيجي نفك الكلام ده بنفكه ازاي؟ هنضرب الاول في نفسه او مربع الاول 200 في 200 هتديني 4,000، ناقص التاني في التاني 1 في 1 هتديني سالب 1. 4 اللي هي هنا سوري 40,000، 40,000 لما اطرحها من ناقص الواحد هتديني 39,999. برافو عليكم. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي نقدر نضرب بمجرد النظر، وعرفنا ان القانون بتاع الضرب بمجرد النظر لمقدار مكون من حدين في مقدار اخر مكون من حدين عباره عن حاصل ضرب الاول في الاول، مجموع حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين، زائد حاصل ضرب الثاني في الثاني. لو انا عندي مقدار اس 2 بسميه مفكوك مقدار مربع، بضرب الاول في نفسه، وبضرب 2 في الاول في الثاني، وبضرب الثاني في نفسه. ولما بيكون في عندي كمان حاصل ضرب مجموع كميتين في الفرق بينهما، بجيب مربع الأول ناقص مربع التاني. من كده احنا بنكون خلصنا حصتنا النهاردة. أتمنى إن شاء الله إن انتوا تكونوا فهمتوا معانا الدرس، وإحنا مستعدين لأي سؤال واستفسار على الصفحة عندنا وعلى الشات بتاعتنا هنا اهوت. أي سؤال موجود عندكم عايزين تبعتهولي ابعتهولي وأنا هجاوبكم عليه. سعدت بيكم النهاردة جدا. كان معكم الأستاذة فاطمة مصطفى رجب مع أطيب تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.